كما فعل في مباراة الأولمبيكو. يسجل الهدف الأول. شب 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 ولاحق مرة أخرى الشاب الأسباني لوكاس البديل هو من يصنع الهدف الأول. مرر الكرة إلى كريستيانو وكريستيانو هنا يسجل الهدف الثالث له شخصيا في مرمى روما في الأولمبيكو. جولين وهنا في سانتياغو برنابيو جول. لكن الجول اللي سجل كريستيانو رونالدو كان عند الدقيقة 57. هدف جميل في عفوا